سامحها خلص اخوي العيش. شلون خلص؟ ام ببركه عم تعطينا؟ طب خميس زينه وماسخه والربيان صغار ما فيها شي عدل. لا زينه خوش طبخه لي. وش فيها عدل؟ قول لي البهارات ممتازه. لا البهارات من حاسب للكميات يا ابو حسن لا ينقط الاكل. خلي الناس ياكلون يا ابو سلمان، الامام الحسين مو فقير عنده خير. وعاشوراء من اجل ان يرفع من مستوى فكرنا ووعينا فنقرب شيئا ما من الفكر العملاق للامام الحسين عليه السلام.